السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف صوفي حالك دكتورة؟ أيوة صوفي، أيوة، من ليبيا. أنا بخير وعافية، أنت كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، فرحانة بك إني معاكي. يا حبيبي، أنت من وين تكلمينا؟ من ليبيا. من ليبيا، أهلا وسهلا، الله شرفتيني. يسلمك الله يسلمك دكتورة. تفضلي سؤالي تم. بسألك، عندي مشكلة في العلاقات الاجتماعية دكتورة. يعني عندي مثلا فجأة انقطعت العلاقة بخالي، بعدها قررت اوكي هو حر، انا قلت اوكي هو حر، مش علاقة معنا، هو حر، هو اللي قطعت قطع. العلاقة معهم. هو اللي قطع، يعني هو فجأة كي قطع، بعدها قلت اوكي اتس اوكي هو حر. بعدها خالي الثاني صارت مشكلة بسيطة، يعني هي مشكلة بسيطة مش كبيرة، بس برضو قرر انه يقطع. حتى لما حاولنا نصالحه معاه رفض رفضا تام. بعدها يا دكتوره خالي الثالث. يعني فانا توفت ثلاثه من خوالي مقطعيننا بشكل، ما بعرف كارمة الماما القصه معانا، معايا انا ما فهمتش، بس يعني برضو الثالث سمعنا من برا انه هو مش ناوي، يعني قرر انه هو معش يخلي حتى اهله يتواصلوا معانا. فهمتي عليا؟ يعني جاي الأهل، أنا ما عادش تواصلوا معاهم هيك. فما فهمتش يا دكتورة وين المشكلة، وشن رسالتي، شن الرسالة؟ يعني أنا اثنين ما حاولتش أصلا صح، نصالح. بينهم وبين اختهم، ولا بينهم وبينك، ولا كل العائله مع بعض؟ هو بينهم وبين أختهم، بس حتى أنا من ضمن، يعني من ضمنهم. داخله من ضمن. اوكي، أيوه طيب، الاول هل كان في سبب مشكله ولا بدون مشكله؟ نهائي نهائي، ما كانت في يعني مشكلة، يعني بس ما كنا على اتفاق مع زوجته، فمجرد ما احنا خلاص فهو صب في صف زوجته، ما كان في اتفاق بيننا نحن وزوجته. الثاني لا، كانت في مشكلة بيننا، يعني كانت في مشكلة، انا يعني انا درت شيء فهو اغضبه فقرر قطع العلاقة، يعني مشكلة معايا قرر قطع العلاقة حتى مع الوالد ومع الوالدة. تمام؟ تعتبرين نفسك أخطأتي؟ ايوه اخطات، الخطا بسيط ما يحتاج كل هالقطيعه، بس هو قرر انه يقطع. طيب، والثالث؟ حاولت يعني حاولت نصالح وكذا، ما رافض. الثالث ما فيش ولا شيء، المشكله كانت اساسا مع خالتي، المشكله كانت مع خالتي، فقرر فجاه انه يقطع علينا كلنا، يعني الاخوات كلهم بعائلاتهم. يعني تعاطف مع أخته، مع واحدة من أخواته. ايوه، هذول كلهم اخوان اشقاء؟ أشقاء. والاخير هذا قطع كل العائله. الأخوات كلهم، ثلاث أخوات كلهم قطعهم. شعور امك يا صوفيا، شعور امك؟ شوفي أنا ماما لما نحكي معاها تقول علي كيفهم، يعني هم أحرار، ما بعرف شعورها، ما عمرها حستني إن أكيد زعلانة، بس أنا ما بعرف، بس أنا شعوري مرات نحس يا دكتورة إن ليش، يعني الأخوال شيء مهم، يعني ليش هيك، يعني خاصة إني أنا ما عنديش أخوان شباب كثير ولا عندي أخوات، فبحس العائلة عزوة، والخوال شيء يعني مهم، حابة الترابط وكي. أنا زعلانة، يعني نزعل، يعني ايوه، زعلانة على الشيء هذا، إن كل حد يعني كل حد في عالم ثاني، نحن منفصلين عن بعضنا كليا. طيب يا صوفيا حبيبتي، خليني اجاوبك. شكرا الله يسعد جزيلا، قلبك يا دكتورة، لازم مع تجي تقصدي السلامة. من عندك، انا ما اقدر اقفل. حاضر حاضر، حبيبتي يلا مع السلامة. شرفتيني. طيب يا جماعه، صوفيا عندها 3 أخوال قطعوا العلاقة معاهم. أول خال تقول ما صار في مشكلة، بس كان عندهم عدم اتفاق، أو يمكن مشكلة بسيطة مع زوجته فوقف معاها وانقطع. والثاني صار في مشكلة هي أخطأت فيها وانقطع. والثالث انقطع لأنه متعاطف مع واحدة من الأخوات. أول شيء أبغى أقول إنه المشكلة الأولى مع الخال الأول، اللي هي صار فيها زي ما نقول هو تعاطف مع زوجته مثلا، وقرر إنه ياخذ موقف من عندكم. أم أم
قد يكون هو شاف إنه زوجته انظلمت مثلاً، وكرجل لازم إنه يحمي بيته قرر إنه هو ينسحب بدل ما إنه يضارب أخته. يعني قرر إنه أقل الأضرار، هم راح يظلون يأذون زوجتي يأذونها، فأقل الأضرار خلني أنا أنسحب. لما يوم من الأيام يمكن يقررون إنهم هم يتفاهمون معها ويتقبلونها كفرد من أفراد العائلة. لأنه في كثير من وأنا ما أعرف عنكم أو عن طريقة تفكيركم ورؤيتكم لزوجة الأخ أو زوجة الابن، في كثير بعض الأحيان بعض العوائل تعتبر إنه زوجة الابن تظل يعني غريبة أو عليها قوانين إضافية أو لها استثناءات إضافية. يعني في كثير ربك حول موضوع زوجة الابن أو زوجة الأخ. لذلك كل ما كانت العائلة أكثر وعيا، كل ما استطاعت أنها تحتوي أبناء زوجات الأبناء أو زوجات الإخوان، كل ما استطاعوا أن يعتبرونها فرد من أفراد العائلة يتقبلونها بأخطائها. يعني اعتبريها مثل أختك لما تخطئ، وش تسوون فيها؟ أختكم صح ولا لا؟ تعدون، تضربون شوي بعدين تعدون تتقبلون. لذلك لما أحد مثلا يقول لي والله أنا صارت مشكلة ووقفت مع زوجتي وكذا، يعني قد يكون هو شاف شيء. يعني فأنا أقترح لهذا الخال رقم واحد إنكم أنتم تصفون اللخبطة اللي صارت بينكم وبين زوجته، إنكم أنتم يعني ترجعون الأمور إلى مجاريها بينكم وبين زوجته، وما تعتبرونها هي شخص يعني غريب أو عليه استثناء أو عليها قوانين إضافية أو عليها أي مطالبات تخليها يعني ما هي مرتاحة مع هذه العائلة. الشيء الثاني اللي هو الخال الثاني اللي أنت أخطأتي عليه، أنا أعتقد إنه لما إحنا نخطئ على أحد لابد أن نعتذر، لابد أن نعتذر. أنت تقولين الخطأ بسيط ما كان يسوى يعني مكبر الموضوع. شوفي، لما هذا كثير قاعدة مهمة، لما أنت تخطي على أحد ما تقدر تفهم درجة الألم اللي يحس فيها بناء على وجهة نظرك. لا ما تقدر، ما تقدر، ما تقدر. يعني مثلا خليني أقول لك شيء، مثلا أنا ممكن مثلا شخص يدخل علي في الانستغرام يقول لي أنت قبيحة أنت مو حلوة، بالنسبة لي الموضوع يعني عادي جدا، يعني it's okay، يعني عادي جدا جدا. يعني وكثير من الاحيان اصلا ما انتبه ولا اعرف، بس اعرف انه في بنات لو قلت لهم كذا ممكن ما تنام الليل، ممكن يعني كثير تنهز، ممكن كثير يعني تحس انه مستقبلها انهار، خصوصا لما يكون التعليق من رجل. لذلك الناس ألمهم مو واحد، مو واحد. ولما انت تخطي على حد الخطأ الألم اللي حس فيه بذات الخطأ هذا لو صار لك تقول لا هو عادي، مو شرط هو عادي له هو. لذلك ما أقدر أقول أنا أخطيت عليه وهو زعل وكان الخطأ بسيط، ما المفروض نزعل هالزعل الكبير. أنا أقول إنه ما دام تخطيت، ما دام أنت اعترفتي الآن إنه أنت أخطيتي، فأنا أقترح إنه أنت تعتذرين. الخطأ اللي أنت سويتيه كلف العائلة كثير، يعني هو الآن زعل عليك وزعل على أمك وزعل قاطع العائلة. ليش؟ ليش؟ الموضوع بسيط. روحي واعتذري، قدمي الأسباب اللي خلتك أنت تخطئين أو تقومين بهذا الخطأ، وقولي إنك أنا ما راح أرجع أعيد هذا الخطأ مرة ثانية، يعني وفهمت إنه خطأ، وسوري إني أنا يعني أزعجتك، سوري إني أنا يعني أزعجت مشاعرك أو أذيت مشاعرك. الثالث اللي هو تعاطف مع أخت من الأخوات. أنا مش مع الثالث. شوفين الأول معاه والثاني مع الثالث، أنا مو معاه الثالث. أول شيء شوفي، الأول تعاطف مع زوجته لأن زوجته في الغالب هي الطرف الأضعف، وبالتالي قدام أخته وقدام العائلة هم الطرف الأقوى، فلازم ينتصر للمظلوم. هنا هم في مرتبة واحدة، أخت وأخت، تدخل بينهم ليش؟ تدخل بين خلاف عائلي كي وتنتصر لأحد على حساب أحد؟ فكرة غير مفضلة، غير مفضلة. لما تشوف اثنين من إخوانك يتضاربون، إذا حسيت إنه يعني أنت راح تخسر واحد منهم بعد،
بعد إذا حسيت إنك تقدر تصلح صلح، بس إذا حسيت إنك أنت بتخسر واحد منهم بعد خلاص هذه النار ممكن تحرق الجميع وتحرق كل العائلة. ذلك الثالث كيف هو مشى من نفسه، مشى بتعاطف مع أحد يعني في نفس درجة القوة، ما المفروض أن يتعاطف بهذه الطريقة، اللي مشى من نفسه يرجع من نفسه. أنا هذه وجهة نظري.